تركنا سوريا في حالة الحرب ونحن هاجرنا جينا لهون. البيت كان بالآجار ووقت الزلزال هذا فوق راسنا، نحن طلعنا الله نجانا حجيت على المخيم. جينا هون استلمنا شهادات، خمس أيام رجعوا هذولي بقد اجوا هذولي ارتحينا يعني. في ناس ما كانوا يحسبوا يروحوا، صعب على روحه صعب عليها. كان في حمامات فوق، أنا وقت جينا كان في حمامات فوق. هي استلمنا مواد الحمد لله كافية ومنيحة يعني الحمد لله. في صعوبة يعني مثل ما كان بسوريا جينا هون كان علينا صعبة، وقت أتمنى إنه يصير بسوريا أمن وسلام ونرجع للبلاد.